من ريف الرقة الشمالي معي مراسلنا جمال بالي. جمال، الوضع من عندك، أي تطورات جديدة ممكن أن تخبرنا عنها؟ وماذا يعني حي الإسكندرية الذي استعادته قوات سوريا الديمقراطية؟ نعم، اليوم استعادت قوات سوريا الديمقراطية حي الإسكندرية جنوب شرق مدينة الطبقة بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش، وبإسناد جوي من قوات التحالف الدولي ومستشارين عسكريين أمريكيين على الأرض. هذا الحي يعتبر كبرى نقاط استراتيجية لتنظيم داعش، إذ إن داعش إذا خسر هذا الحي ستنتقل المعارك مباشرة إلى مركز مدينة الطبقة، وبالتالي سوف تدخل المعارك في حرب شوارع داخل أزقة مدينة الطبقة، ومن ثم ينتقل المعارك إلى قرب السد الذي يسيطر التنظيم على غرفة التحكم حتى الآن. طيب، عندما نتحدث عن السيطرة على حاجز لتنظيم داعش وتقدم لي بعد استعادة هذا الحاجز، تقدم لي نقاط جديدة في الجنوب، عن أي نقاط نتحدث هنا؟ نعم، المعارك الآن تتركز جنوب المدينة وجنوب الشرقي. بأي نقاط تحديدا؟ ما بعد حي الإسكندرية وحي الأول الذي يعتبر إحدى معاقل التنظيم. هذا الحي مشهور في مدينة طرقة، إذ يتركز في جميع مقرات الأمنية لتنظيم داعش. أنا أشكرك جزيلا على هذه المعلومات من ريف الرقة الشمالي، مراسلنا جمال بالي.